كتير الخير للي فارقني، والموضوع ده مش مضايقني، وبقول ما حصلش نصيب عادي، ولا بسأل مين بعد يا حبيبه، ولا بزعل من كلمة قالت، ولا من أي فراق كان وارد. أنا آخر واحد يتفارق ويطلع عيب في اللي يسيبه. بفتكر الخير للي فارقني، والموضوع ده مش مضايقني، وبقول ما حصلش نصيب عادي، ولا بسأل مين بعد يا حبيبه، ولا بزعل من كلمة قالت، ولا من أي فراق كان وارد. أنا آخر واحد يتفارق ويطلع عيب في اللي يسيبه. علشان ما ظلمتش حد أنا في حياتي، نفسنا من فترة لفترة. بفتكر الخير للي فارقني، والموضوع ده مش مضايقني، وبقول ما حصلش نصيب عادي، ولا بسأل مين بعد يا حبيبه. برتبهاش ولا بحسبها، طول عمري على الله انا سايبها. في حياتي كتير انا بتفائل وتملي، بقول ما هو خير ليا. على فكرة الدنيا دي بسيطة، بتروح حاجة تيجي حاجة جديدة. اصل الموضوع مش مستاهل، يبقى ازعل ليه او اشيل فيا. ما برتبهاش ولا بحسبها، طول عمري على الله انا سايبها. في حياتي كتير انا بتفائل وتملي، بقول ما هو خير ليا. على فكرة الدنيا دي بسيطة، بتروح حاجة تيجي حاجة جديدة. اصل الموضوع مش مستاهل، يبقى ازعل ليه او اشيل فيا. علشان ما ظلمتش حد انا في حياتي، اني مالك لا بالعكس. انا بنسى امبارح دايما وببص لبكره، ما بقولش ازاي الدنيا تجارب، وانا راضي اكتر بكتير. وضروري نراجع نفسنا من فتره لفتره. بفتكر الخير للي فارقني، والموضوع ده مش مضايقني، وبقول ما حصلش نصيب عادي، ولا بسأل مين بعد حبيبه.